الحقيقة اليوم مع وكالة أنفاس قد انبعثت أنفاس جديدة والعديد من الشهيق والزفير ابتلعاته حنجرة جماعة تويزكي في هذا المهرجان الدولي للرحل بتويزكي اللي هو افتتح اليوم في خاتمة جماد الأولى 1440 هجرية وهو تاريخ الهوية اللي تخصنا نحن كمسلمين، إضافة إلى ما يوافقها من الموافق 24/12/2022. هذا المهرجان الذي حدا بالكثيرين أن يروا ما هي الإبل ومن هم الرحل، لأن كثير من الناس كانت لا تقام لديهم حضارات. لماذا؟ لأنهم كانوا رحل، وبالتالي من علامات الحضارة يقول البعض الاستقرار، وهنا رحل وحضارة. كيف ذلك؟ من واحد تغمرت من المياه، من مصادر الطاقة الطبيعية، من الغلال الطبيعية، من الإنتاج الزراعي، من الإنتاج الحيواني. فنحن اليوم في جماعة تويزكي كأخوكم العساوي الزبيدي الوزير المفوض بسفارة ليبيا بالرباط نشارك مشاركة وجدانية، والمشاركة الوجدانية أشرنا عليها سابقا حتى فيما يتعلق باللاعب الليبي في الدوحة، وهو وجود اللاعب الليبي ليشارك مشاركة فعالة عملية في إحراز قصب السبق لإخوتنا هناك، الذي يعتبر والده مغربيا زكريا بخلال وأمه السيدة البطلة في ألعاب القوة. نحن اليوم في مهرجان تويزكي للبدو وللرحل وللموروث الثقافي، هذا حفاظ جديد، ومهما كلف من ثمن فالثمن الأكثر ربحا ومكسبا ووفرة هو الحفاظ على متطلبات التقنية وما يتعلق بالموروث الثقافي في المملكة وفي شمال أفريقيا وفي أهل الصحراء عامة، لأن تعد الناقة أو الإبل بصفة عامة هذه من ضمن المكتسبات ومن ضمن الإرث التاريخي الحضاري لهذا البلد، لدرجة أن الكثير من البلدان قد اتخذت من الإبل شعارا لها في أشياء كثيرة، تعبيرا عن الصبر وتعبيرا عن الوفاء وتعبيرا عن التحمل وتعبيرا عن قطع المشاق التي دعانا الله سبحانه وتعالى بدافع إيماني أن نتأملها جيدا عندما قال بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. صدق الله العظيم، نشكركم جدا ونحييكم على ذلك، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفق العديد من الناس في الجماعات سواء كانت في المملكة أو في المغرب العربي أو في المشرق العربي بالكامل أن يحافظوا على هذه الأشياء التي كادت ثورة العصر التقنية تقضي عليها باستخدام مسميات حديثة سواء كان من حيث المركوبة أو من غيره، وهذه الهوية هذه التي يحترمنا لأجلها العالم وتحترمنا عليها الأمم، وبهذه الهوية لا يحافظ عليها إلا أهل الهمم، فنحن بأهل الهمم نصل إلى القمم وبالقمم تبنى الأمم.